داخلة من هنا يا فندم ولا ايه؟ دي اصلا اهو فنادق الفرع ده. لا مفيش فرع، ده نقاش. عمليات 60 وصول عمليات وجاري عمل اللازم. كل الشكر لقوات الدفاع المدني والشرطة، بجد زي ما شفنا في الفيديو قوات الدفاع المدني قدرت انها تنقذ الطفل الصغير، وشفنا سلم المطافي وهم بيطلعوا عليه، يعني شكر واجب لسرعة الاستجابة الداخلية وقوات الأمن لاستغاثة الأم والأب. وزي ما شفنا طبعا دموع الأم وهي يعني بتستلم ابنها مرة تانية وتالتة. شكرا لشرطة بلدي، رقم مهم جدا لازم يكون يعني حافظينه زي اسمنا كده، 122 صح. 122 ده رقم النجدة، أي حاجة تحصل اتصلوا بيه على طول. وزي ما احنا شفنا كان في سرعه استجابه، ما لناش دعوه بالاشاعات المغرضه اللي تقول لك لا يا عم ده ما بيردوش. لا لا لا، على لا فكره بيردوا طبعا، بيردوا. والدفاع المدني كمان 182 برضو الرقم مهم جدا جدا، 180. يبقى 122 و180، 122 النجده و180 الدفاع المدني، في سرعه استجابه بتحصل على طول. لان زي ما احنا شفنا مره تانية شكر خاص جدا لقوات الدفاع المدني والداخليه طبعا.